صفي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الغالين حبايبي المتابعين، السلام عليكم. بدايتي وياكم البارحة أخذنا شوي بريك على الخفيف، اليوم إن شاء الله بنستعد الخميس ليلة الجمعة. اذكروا الله سبحانه وتعالى وصلوا على النبي محمد عليه الصلاة والسلام وزيدوا من ذكر الله والصلاة على رسول الله في هذه الساعة المباركة. وياكم من الشارجة، ابتسم وأنت في الشارجة. رمضان لحم دياي لحم، لا اليوم ولدي عبادي وحمود قال أبويا مش خاطرنا في شنعدة، وأمهم تسوي لها شنعدة عادة في قاعدة، قاعد شنعدة اليوم نشرحها، نحط لها البطاط والبصل والفلفل وتحطيه في قاعدة وتجري بالجدر دق دقة ويظهرك الدخان وطلع طبخة بقى ما يحتاج. وين أقرب مكان؟ ما عندي غير جمعية الشارجة التعاونية، سمك فرش جميع عن أهل أبوي حياك الله، جميع أنواع السمك الفرش موجودة. وأنا عاد تعال 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 الله يا الصافي، شوفوا شوفوا الهامور ولا ومبغيت حتى الجعشة، شوف حتى الجعشة حتى الربيان اليابس حتى الحنطة، شوفوا شو قد ماشي ماشي نه نه نه، حتى المهياوة يا رب، حتى المالح يا رب، كل شيء منزل. عطني الشن عده هاي شوف أبو هاي الشن عده الغاوية هي، يلا قطع لي الشن عده حق عبادي بسويها، وعطني بعد زريدي وعطني صافي والسمج مرتاح الساعي أشوف هذا بيض الله الله ما عليك كلام ما عليك كلام ما عليك كلام ما عليك نعم 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 طري طري قطع لي هاي أربع قطعات نعم حق مقلب بعد لحد ديال أنت حلاق ما قطع سمج ها حلاق أنت هاي كان هذا قوي ما شاء الله هاي كان هذا ما فيها حبل الشريحة كذا كويسة يا لا تكبر اي تكبر اي زين زين بالطريقه زين بس في حبل طلع الحبل طلع الحبل يا عيبني الحبل هيك والحبل هو حبل الحبل ما منحكم من حقي هذا لا عم او حبل او حبل او حبل شوف الحبل شو قايل هذا الحبل هذا الحبل اي نعم حتى تقطيع السمك وقف على راسهم عشان ما يشلون والحبل لا ما شاء الله حبل حبل هذا ها اي بقلي واسوي السمك هيك قطع 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 استاهل عبادي بعد بعد عزيزي زيد 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 بعد عزيزي بس راح انا احط الزردي هاي في عيبني هذا الحمبة اسميه حمبة تقول تاكل عسل الله يذكرها بالخير منى ولا امينه انا اسمي مره اسمها منى ما اسمها امينه من دبي كانت لي هذا الحمبة والله انه عسل وينقطع ما يسمونه كولومبو كولومبو وهذا ما عنده وكاله اسمه كولومبو كولومبي ذاك مب مب مانجا يعني الصراحة الهمبة باسم الهمبة هي صغار لكن شو الأرضية شو الأحلى يبغي يتلذذ وياكل مانجا عالي مانجا تنقطع من السوق تنقطع من السوق وعقب سنة ترجع وكانت تجيب لي أمينة مدبي الله يطول عمرها ناكل نعم همبة بمعنى اسمه كولومبي أمينة مدبي الله يطول عمرها ناكل نعم هم بمعنى اسمه كلهم أصغان 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 يا ربي واويلا شوف إيه دلع ويا دلع ويا دلع ودلع شوف القيمات الحلوة خصوصية عاد إيه إيه هاي خصوصية خصوصية يلا عدل عدل شغلك عدل شغلك عدل لا ويلا ويلا شوف 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 شوف
شوي سمسمه 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 شوي واويلا 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 ابا 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 شوف شوف حري بس 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 مساكم الله بالخير والنور السعاده. انا في مكان ما عاد خط احمر ما اقول لكم وين، لكن عيالهم شياطين موديني يا ابوني مكان اول تعب نصور فيها. وهذه عفريت شوف هاي يا رب الله التع. شوف شفت النعوار شوف والله ما صرت حشا وين شوف هاي النعامه تقول كوبرا حية حشة 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 هاي نعامة هاي لا سمع ولا شو نعامة نعامة هذه جاي من الكبار اي والله دي شوف شكل لعينة هذه عادة تقرب عدالة تقصوا علي او انت تعب امشيك عند في الحديقة اسميه نعامة شو رايك فين اطبخها هاي خالد؟ هالشا هاي وش تسوي عاد؟ تسوي بها ريز لا زين لا خلاص شوف ها ها خيب والله حنا ابوه هالشا لا اله الا الله دوكم شوف ايش قاعد طالعني ها منك يلا شو ريحتي شاشة يا تنقبا اسمين عام اقول هسه ريم هاي ما ابن عام هاي بعير هاي بعير الريم هاي اسمها الريم والله 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 العظيم تقول هليكوبتر شوف تلعب ورقه؟ انا ما ماي ورقه لا ما داني ايام مروان حرام مروان شوف 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 يا سلام شو هذا الزيت شو هذا الزيت وكله ما شاء الله شوف 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 الغواء شوف يا الصراحه وهاي بعد شوف شوف قص لكم كلنا عم احنا ثابت شوف شيء 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 من اخر عاد وين ما حل شغل وين ما وين ما حل شغل انا علي اصور بس وقضوا حوائجكم بالكتمان إيه. انت وين ساير وانت وين معزومين خلاص عزيمه انت عليكم تشوفون وين شو شو رايك يا خالد ما يحتاج انا خبرت الرجال قلت له شو قلت له اسمي ضحك مزرعة ما في مكان ما ما أروم أقولكم وين عمي شوفوا 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 الشيء أي يعني أشياء يا أخي تحفة 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 لا ما طلعت وتخافون أنا شاطر في التصوير هلو هلو تمستك تمستك عايشوا تعال غلط طلع انجليزي ترى فلبيني هاي مال النحله ظني والله انه شيء ابوي غربلك الله يا اللي ما تخاف الله في رمضان بعد وما غشنا ليس منا ما بطلعهم ايه عشان ما يقول انت وين حريه خط احمر ايه لا لا ما طلعتوا كان اديركم بس بس الكنادر هي ولا باكر هي ها قوم يا ولد وين باسي عاد خلص باسي عند المطبخ شغلي هي انا ما يوز لازم اطالع المطبخ وشو سوى عاد ما بطبخ ما بناس ما بناس عاديين اي يا ربي اما صراحه انتم يعني شوفوا 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 بدوا طبخوا؟ ايه والله؟ ايه ما شاء الله لا مجهزين شوف السبوسه شوف هذا المطبخ طبعا بالمزرعه
لا ما شاء الله اصطاف كامل، اصطاف وعالم. شو رايك بالنظافه؟ النظافه بعد انا احكم عليكم انتم بالنظافه؟ لا لازم تقول. لا حشه مارون دقيم. لا 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 ما يحتاج، انا غلطان ايش قام احكم عليكم انتم بالنظافه وانتم تعلمون الناس النظافه. شوف هذا السياخ التنوهي هذا ما شاء الله في هاي الصياخ. هذا السياخ اللحم، اللحم ها التنور. شوف التنور جاهز التنور يعني اصطاف العمل ما شاء الله، اصطاف العمل جاهز. ها عيوني علامة تجارية. لا الله يطول عمرك يا حبيبي سلمك، بالعكس نتعلم منكم احنا ما شاء الله. شوف اصطاف الناس الموجودين ما بصور حد عشان ما يطلعون ايه ناس ايه شيء 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 من الآخر. نعم عزمنا على سفور في مكان الله يطول عمرك فيكم في مكان ما وقضوا حوائجكم بالكتمان. بالكتمان ليش نقول ساري وين يا دايق من هاي بصراحة خفت تضربني. هاي مخوفتني أنا. سير سير منك لو سمحتي. شقادة خالق عندكم شقاد طالع هناك هناك والله العظيم اخاف اتقرب عدالي تهجم علي. لا 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 بعيد يا حريه وابوي والله روحي اي شوف 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 وابوي بيت سباق الهجن عنده ها شوفوا شوفوا شوف 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 يت 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 انا ابو هاي نعام ولا ناقه هاش ها بيضته ما بطلعك بطلع البيض اشوف ها ما شاء الله الارباب روحك ما شاء الله سامحني عاد شوفوا شوفوا طبعا انا طول الله عمره في ضيافه ابو حمد اليوم العزيز الغالي نشكرك على هالعزيمه يا طويل العمر ويبارك في حياتك ويزيد خيرك وتسوى ابتسامتك وتسوى هاليمعة الشباب ما شاء الله مصلي على محمد في هاي المزرعة الغاوية. عاد الحين نحن عند الأرباب فأبو حمد ما قدرنا وشوف ما شاء الله هاي هاي بيضته اليوم سحورنا ترى هذا ما شاء الله. شو رأيك كرة قدم هاي؟ الله يعطيك العافية. أنا قلت هاي حشة أبوك نعام ولا بعير؟ لا تقول حري بعد حسدهن. لا 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 شوفوا ما شاء الله شوفوا ما شاء الله صلي على محمد الصلاة على النبي الله. شو رأيك؟ ما يحتاج فرش لك ثنين الحين يقول طويل عمر بيت الأسد ما يخلم العظام. الله نعم وأنت صاحب الخير وصاحب الكرم وصاحب القلب الكبير ما شاء الله تشرف وجودك ويا الله يا واليمع الموجود ما شاء الله الناس أبو حمد اليمع ماله ما تقتصر على المواطنين على الجنسية جميع أنواع الجنسية وأنا تورط كل عيوني هو يسلمون عليه ويردوا سماعي يتكلمون بالإنجليزي أقول يا محمد بسطي برد عليهم أنت وش لي أنا. الله يطول عمرك ويزيد خيرك يا أبو حمد الله يرحم والديك وسعيدين بشوفتك والله إحنا نتشرف. الله يطول عمرك ويبارك نهبة الطيب الشباب الطيبين ما شاء الله عليهم كلهم والله والنعم فيك وتربيتكم طال عمرك. نعم هاي كلها تربيتك ما شاء الله عليك بيخلقك وبيطيبك وبكرمك هالناس كلهم التف ما شاء الله حولك. هذا الدريش وطويل العمر من هاي الابتسامة ومن الطيب والأخلاق نتشرف والله ونحن نتجمل بوجودك. الله يطول عمرك يا سيدي مشكور يا حبيبي طال عمرك أبو حمد بارك حياتك ما شاء الله. شوفوا الشيء الصلاة على النبي محمد هاي الانجليزي مستغرب من البيضة ويصورهم ويا ابو حمد كل واحد شال له بيضة يقول ماخذ كاس العالم هذا ابو حمد 22 ما شاء الله نورت طول الله عمرك احسنتوا على هاي العزيمة الغاوية الممتعة الحلوة والناس الطيبين اللي عندكم عسى الله يبارك في حياتكم
ويسلمكم ونحن سعيدين بشوفتكم اليوم زارتنا البركه والله العزيزين والغاليين اول اعماركم الله يحفظكم الصراحه عشنا جو حلو وياكم انتم حلوين وابوكم حلو وزواركم هالكلهم الموجودين ما شاء الله يا حي الله استاذ محمد الغالي هذا البركه هذا الخير والبركه ونعم الله يطول عمرك ويعافيك محمد في الاجواء الحلوة.